وانا بقوله بكل حصه صح؟ لان بطقطق. هنبدا من 10 ولا ايه؟ يا جماعة رقم واحد، رقم واحد مش هي دي؟ في بقى حاجة يا فندم سهلة أوي أقولها لك. يا جماعة أول ما تلاقي الفعل فورجيت استخدم ماس أنت على ضمانتي أنا، اوعى تفكر فيها، اوعى تستخدم حاجة تاني. واحد يقول لك لا أنا هقراها وأفهمها، يا ابني اسمع الكلام، اسمع الكلام، أنت لسه صغير مش عارف مصلحة نفسك. اسمع الكلام. أنت لو قريتها أنت هتدمرها خالص، هتختار إجابة بعيد خالص عن الإجابة الصح. فهنا هتقول لا يجب إن احنا ننسى إن السياحة مهمة أوي لمصر. هتبقى مصر لا يجب. طب لو نسينا ما احنا هنضر اقتصاد البلد، أنا لازم أعامل السياح كويس. طب 18 انت ما كنتش محتاج تضيف ملح في الاكل، دلوقتي مش عارفين ناكله، حتى اللقمه اللي كان نفسنا فيها طفحتها لنا. فالاجابه هتبقى نيد انتهاف قادد الاولى، نيد انتهاف تصريف ثالث، ما كنتش محتاج تحط ولكنك حطيت، طفحتنا اللقمه. تمام، ما هي لو شاي ولا حاجه هنزود ميه، انما الاكل هنزود فيه ميه بوظته. رقم 19 انت مش محتاج تسلم الواجب للمدرس الا الاسبوع الجاي، لسه قدامنا وقت، هتبقى دونت هاف تو. طب مش محتاج تسلمه، طب لو سلمته دلوقتي عادي. 20 شوف يا ابني ده الشاب المكافح، الشاب المكافح بيقول لك ايه، انت ما كنتش محتاج تكتب المقال الطويل ده، المدرس قال 300 وانت كتبت 700، انت قاعد فاضي بقى، قاعد فاضي بقى فوق السطح. فالاجابه هتبقى نيد انت هاف ريتن، معناها ايه؟ ما كنتش محتاج تكتب ولكنك كتبت، ما كنتش محتاج تكتب ولكنك كتبت. 21 يا جماعه لو عيد ميلاد عندنا في مصر هنا، تلاقي مثلا عمه باعت لك هديه في بتاع وبيقول لك انا معلش انا مسافر يوم عيد ميلادك، الهديه اهي ما تفتحهاش الا يوم عيد الميلاد، انت هتعمل ايه؟ هتخش جوه تفتحها. باظت كده، باظت المفاجاه. عارف بقى بره في اوروبا بيعملوا كده، الولد يجي او البنت في يوم عيد الميلاد يفتح الهديه قدام الناس، تعالوا نشوف عمه جايب لي ايه، خاله جايب لي ايه، عشان تبقى سربرايز، تبقى مفاجاه. هنا اتفضل الهديه بتاعتك، لا يجب انك تفتحها قبل عيد ميلادك، خليها سربرايز، تبقى ماصل. الباقيين كلهم بيساووا بعض، ما انت لو فتحتها باظت المفاجاه. انا يا جماعه مش عايز ازعل حد، خلي بالك يا جماعه الجمله دي مهمه قوي. 22 المدارس يا حضرات ايام الاجازه مفتوحه لممارسه النشاط، يعني مثلا النهارده اجازه السبت اهو، حلو، لا يجب انك تروح المدرسه، بس لو رحت عادي، المفروض ان المدرسه مفتوحه وبتمارس فيها نشاط. بس احنا عندنا هنا في مصر لا الطالب طايق المدرس ولا المدرس طايق الطالب، فتحس انها العلاقه ماتشنج مع بعض، ده لا عايز يروح ولا ده عايز يروح. انما في البلاد التانيه مفتوحه يوم الاجازه لممارسه النشاط عادي. اجازه النهارده لا يجب انك تروح المدرسه، ومع ذلك مكتبه المدرسه مفتوحه، ما هو قال لك المكتبه مفتوحه، يبقى ممكن تروح اهو، لو رحت عادي هتبقى ايه؟ دونت هاف تو، مش محتاج تروح. طب لو رحت عادي. 23 انت مش محتاج تحود يمين هنا، ها ما تقدرش تحود يمين، لازم تحود شمال، هتبقى هاف، هاف تو اجباري. انا قلت ايه على فورجيت؟ لو رحت مصر لا يجب انك تنسى تروح الاهرامات، دي عظيمه جدا، مصر والباقيين كلهم بيساووا بعض،
25 لا يجب انك تكون مزعج. بابا بيحاول يسمع الاخبار المهمه. تبقى الاجابه ماصد. الباقي كله زي بعضي. 26 هي انسانه لطيفه جدا يجب انك تقابلها. هتبقى ماست. لا دي نصيحه قويه ما فيهاش الزام. هقابلها بالعافيه يا عم مش عايز اقابل. 27 27 الايرلاين خطوط الطيران. يبقى خلي بالك ان 27 و28 زي بعض. ايه الفرق؟ ايه دي؟ لاست ويك. وهنا ده ماضي وده مستقبل. المهم الفعل ده بوستبون يعني يؤجل يؤجل او يرجل. خطوط الطيران كان لازم تأجل رحلة الطيران للقاهرة الأسبوع اللي فات بسبب اوينج تو بسبب ذا باد ويزر الطقس السيء. كان لازم تأجلها. هتبقى هاتو ماضي عشان لاست ويك. طب هنا بقى خطوط الطيران هاز تو يجب. هي كانت تنفع مستقبل لو موجودة يعني لو كان موجود ويل هاف تو. سيتوجب عليها إلغاء أو تأجيل رحلة الطيران للقاهرة بكرة بسبب الطقس السيء. يعني ايه توزن تريننج؟ ما كانتش بتمطر امبارح لذلك امبارح ما كانتش بتمطر ما كناش محتاجين ناخد تاكسي. didn't have to didn't have to كان لا يجب ولم افعل. يا جماعه الثلاث جمل دول دمهم تقيل خلي بالك فيهم. سنس هنا معناها لان مش معناها منذ. لان العربيه بتاعته has been repaired. العربيه اتصلحت. العربيه اتصلحت خلاص. هو مش محتاج يروح اسكندريه بالقطر. هتبقى doesn't have. ما يا جماعه مضارع تام ده مضارع تام مش هينفع اختار ماضي معاها. تمام. لان العربيه اتصلحت هو مش محتاج يروح اسكندريه بالقطر هيروح بالعربيه بقى بتاعته. تمام. طب نيجي في 31 لان العربيه كانت بتتصلح. العربيه كانت بتتصلح يعني العربيه كده ايه بايظه كده العربيه بايظه. هو كان لازم بقى كان لازم يروح اسكندريه بالقطر لان العربيه واقفه. هتبقى هاد تو ماضي. كان يجب عليه انه يروح بالقطر. يبقى هنا العربيه اتصلحت هنا العربيه كانت بتتصلح. هنا بقى لان العربيه اتصلحت. واحد يقول لك يعني كده 30 و32 زي بعض. اه زي بعض بس في فرق. ده مضارع تاني ده ماضي تاني. الماضي التام ده لازم يجي معاه ماضي بسيط الجنب التاني. ماضي تام 100% ماضي بسيط الجنب التاني. لان العربيه اتصلحت هو ما كانش محتاج يروح اسكندريه بالقطر. دي انتهى. ماضي تام ماضي بسيط ما كانش محتاج لانها متصلحه العربيه معاه. الوحيده اللي العربيه فيها لسه عطلانه 31. تمام. اخوك لازم يحصل على جواز سفر قبل ما يطير لهولندا. هاز تو ده اجباري اجباري. 34 اخوك لازم يحصل على فيزا قبل الطيران من القاهره لاسوان. دي رحله طيران داخليه هتبقى نيدنت. انا يا جماعه راجل مصري واسافر من القاهره لاسوان معادي مش محتاج فيزا. انا مش طالع ايه ده لا بقول ده. انا مش طالع بره البلد مش طالع بره. فالاجابه هتبقى نيدل. ناخد بالنا في الجملتين دول انت يخيل ليك انهم شبه بعض بس الجزء الثاني مختلف. 35 احنا نغسل الطماطم. هي اتغسلت بالفعل. فالاجابه دونت هاف تو مش محتاجين نغسلها. طب لو غسلناها عادي. 36 هنا بقى لازم نغسل الطماطم ضروري نعمل كده. تبقى ماست الزام داخلي. هي مش محتاجه تيجي معانا لو هي مش عايزه. لو هي مش عايزه خلاص ما تجيش. هتبقى ايه نيدنت. هي حره نيدنت مش محتاج تعمل الحاجه ولو عملتها عادي. يا جماعه 38 شايفين هاد ماضي ماضي. تمام. هتبقى هاد تو. هي كان لازم تيجي معانا لان هي كان ليها دور تلعبه. هاد تو كان اجباري عليها انها تيجي.
39 و40 هتلاقيهم شبه بعض. 39 انا لازم اشوف المدير، انا عايز اناقش حاجه معاه، عايز اناقش حاجه معاه يبقى ماست، لازم اشوفه. طب 40 انا مش محتاج اشوف المدير، ليه بقى؟ لان انا ناقشت كل حاجه معاه خلاص، تبقى نيدد. طب لو ناقشته تاني عادي. 41 استخدام الموبايل ممنوع هنا، يبقى ماصل، لا يجب انك تستخدمه. الزائر للمستشفى لا يجب انه يدخن، اتس بانت، ده ممنوع يا جماعه، ممنوع، تبقى ماصل. الاثنين دول زي بعض. وبعدين الزائر مستحيل ياخد ضد. اكبر غلطه في 43 تلاقي طلبه اختارتها ماصل. طب ليه يا مستر؟ ما هو فعلا لا يجب ان احنا نتكلم مع بعض لان ده امتحان. شايف دي ايه؟ دي وز ماضي، ماضي ما. يبقى ويرنت علاوته. احنا ما كانش مسموح لنا نتكلم مع بعض لانه كان امتحان. هي على فكره ماسنت كانت تنفع لو از امتحان مضارع. 44 بكره اجازه، مش محتاج اصحى بدري. طب لو صحيت بدري عادي، فين بقى؟ نيدنت تو جيت اب ايرلي. طب بي غلط ليه؟ محدش عارف. بي ماضي، نيد انتهاب، ما كنتش محتاج اصحى وصحيت. 45 انا ضيعت فلوس كتير قوي على الاكل، ضيعت فلوس كتير على الاكل، ما كنتش محتاج اشتري ولكني. هتبقى نيد انتهاب بوت. يعني ايه نيد انتهاب بوت؟ ما كنتش محتاج اعمل الحاجه ولكني فعلتها. 46 يا جماعه، 46 و47 دي خاصه بحاجه كنا قايلينها قبل كده، ان ايه؟ الفئه المستهدفه في القانون بتاخد ماست، والحاله الفرديه بتاخد هاف تو. خدناها؟ يعني هنا الاجابه الاولى هي اللي صح، الطلبه لازم تلبس اليونيفورم في المدارس، الطلبه هنا فئه مستهدفه في القانون فتاخد ماست، انما هنا نمره بي اللي صح، انت حاله فرديه انت لازم تلبس اليونيفورم. يعني حاجه تانية شبهها، السواقين لازم يلبسوا حزام الامان، دي تبقى ماست لانه فئه. طب انت لازم تلبس حزام الامان وانت سايق، تبقى هفته. مين هيسال في دول؟ قولي رد. 21 برافو عليك، اتفضلي، انا جايب لك هديه في عيد ميلادك، تمام؟ اتفضلي الهديه اهي. لا يجب، ركزي معايا للاخر، انك تفتحيها قبل عيد ميلادك، خليها تبقى ايه؟ طب لو فتحتيها قبل عيد ميلادك خلاص ما بقتش سربرايز. ايه التلاتة؟ مش هي التلاتة غلط، ده هي ماصمة الإجابة. اوعي تفتحيها لأنك لو فتحتيها المفاجأة باظت. يا جماعة الأجانب حياتهم حلوة عشان بيحبوا المفاجآت. يعني مثلا تلاقي الراجل راجع لمراته بالليل يقول لها إيه؟ سمعت تقبلي مني الورد ده؟ حياة جميلة جدا. هنا في مصر تسمعي تقبلي منك الكرومبة دي بعد إذنك، أو القرنبيطة دي، ويبقى جايب، يبقى جايب البروكلي كده في إيده، القرنبيطة كده، وبيضتين في الجنب التاني عشان تطشهم له عليها. واضح؟ دي حياة فيها مفاجآت، دي حياة فيها قنابل. ما قرنبيط وبيض بقى، وابعت صواريخ. في حد هيسأل في دول يا ابني؟ هات التيست بقى. جهاز المناعة يقدر يعمل ردة فعل لما يكون في فيروس في الجسم، نمرة بي رياكت، ردة فعل. اتنين، لا تكون قاسي طول الوقت. يا جماعة في طلبة كتير غلطت في الجملة التانية دي واختارتها فليكسبل. انت محتاج صم، يعني بعض، ياتي بعدها اسم. انت محتاج بعض المرونه، المرونه، المرونه اللي هي الاخيره، ريزلنس. عارف فليكسبل دي كانت تنفع لو كانت فليكسبيليتي، انما دي صفه ما تنفعش. ايوه فليكسبيليتي مرونه.
تلاتة، أعتقد إن هو عنده، هو محتاج يستريح، يبقى هو عنده إنفكشن يعني عدوى. اللي عيان يريح، مش لازم يروح مدارس. أربعة، I am exhausted، أنا تعبان، أنا حاسس شايف بين دي يعني ألم أو وجع شديد، سيفير، سيفير يعني شديد أو قاسي. صفة يأتي بعدها اسم. إحنا نقدر ندعم جهاز المناعة بتاعنا إن إحنا ناكل فاكهة وخضار كتير يا جماعة. نمربي بوست يعني يدعم، عارفين دي يعني إيه؟ يتفاخر. واحدة تقولك ده أنا جوز أختي رئيس الجمعية الزراعية في اسكتلندا، بتتفاخر بيه. ستة، هيلثي فود، الطعام الصحي يقدر يساعدك إنك تدعم جهاز المناعة بتاعك. الإجابة الأولى إميون سيستم، جهاز المناعة. في أي نوع من أنواع المقال أنت بتحاول كونفينس، تقنع القارئ بوجهة نظرك، بيرسويسيف اللي هو الإقناعي، المقال الإقناعي. تخيل أنت معايا بقى، أنت واقف جنب ميليتري إيريا يعني منطقة عسكرية، يا بنت أنت في منطقة عسكرية، هل ينفع أنك تاخد صور؟ الإجابة مصنت، لا يجب، إجباري لا. أنت مش محتاج تدفع فلوس عشان تخش المتحف، ده فري مجاني. طب لو دفعت هتبقى دون تهاب. طب نيد أنت غلط ليه؟ عشان تقوم ما بتاخدش تقوم. عشرة، لازم أصحى بدري أيام المدارس، هاف تو الأولى، إجباري. مش عارف الناس بصة فين بس. 11، حول ولا قوة إلا بالله. العملية دي كنا حلينها قبل كده في الكتاب التاني. العملية دي هيتوجب علينا أنها تتعمل تحت تأثير المخدر، have to be done، مبنية للمجهول. ما يا جماعة ما فيش حاسبة will needed ولا will must، ده عبط، أصل كده فعلين ناقصين ورا بعض. هتبقى will have to اللي انت واخدها، will have to ونحط وراها be والتصريف التالت، سيتوجب أنها تتعمل تحت تأثير المخدر. 12، هي مش محتاجة تقلق عن حركة المرور، لسه قدامها وقت، needed، ولو قلقت عادي. يعني ايه مزد؟ ماضي، انا فاتني القطر النهاردة الصبح لذلك كان يجب علي روح بالأوتوبيس، هاتو ماضي. 14، احنا اعتقدنا انه ما كانش ضروري في الماضي. النوادي الرياضية يا جماعة كان لا يجب عليها انها تفحص قلب اللعيبة لحد الحادثة بتاع محمد عبد الوهاب اللي مذكورة في المنهج، انه مات في التدريب وبعد كده بدأوا يفحصوا بقى. هتبقى didn't have to check، يعني في الماضي النوادي ما كانتش محتاجة تفحص قلوب اللعيبة لان الجملة ماضي. needn't دي مضارع. منا لسه حلنا، ما كانتش محتاجة تحط ملح في الشوربة، ادينا مش ما قدرناش ناكلها. نيد انتهى، ما كانتش محتاجة تضيف ولكنها أضافت. القطعة يا جماعة، القطعة بتتكلم عن الأطعمة الوظيفية، تمام؟ احنا معلش هنضطر نحلها على طول. إضافة الكالسيوم لعصير البرتقال بيقوي الأسنان والعظام، الإجابة الأخيرة، تمام؟ كلنا مدركين لتأثير الدايت، النظام الغذائي على الصحة. الإجابة أوير، مدرك، الباقي كله غير مدرك. في بعض شركات الطعام بتستفيد من الأطعمة الوظيفية دي، إنها بتعمل إيه؟ الإجابة الأولى بتعرض لك مزايا صحية زيادة للعملاء. يعني قول لي أنت الحاجات اللي هي يعني مثلا الزبدة الفلاحي أحسن ولا السمن اللي بيعملوا عنه الإعلانات، السمن اللي هو المش بلدي ده؟ الزبدة الفلاحي طبعا، ومع ذلك تشوف الإعلان في التلفزيون تحس ان العلبة دي انت لو جبتها هتكسر الدنيا، هتبقى صحتك مية مية، تمام؟ هما بيضيفوا مزايا، يقولك خالي من كذا وخالي من كذا وان شاء الله ويخلي جسمك كويس تمام، كامل الدسم. كلمة increasingly يعني بشكل فيه زيادة، بتسوي more and more، اكتر واكتر. الاطعمة الوظيفية هو الف القطعة بتحميك من الامراض المزمنة زي السرطان. هنا الأمراض المزمنة زي السرطان اللي هي incurable، يعني إيه؟ لا تعالج، ما هو مرض مزمن يعني لا يعالج، incurable. أفضل عنوان للقطعة، أوعى تكون اخترت الأولى أو الثانية، ليه بقى؟
لان الاولى المميزات والثانيه العيوب. وهو في القطعه قال ايه؟ قال عن الاثنين. فالاجابه هتبقى الاخيره نوع جديد من الاطعمه. كلمه ادد لو رجعنا لها هنا وقال ادد كالسيوم يعني كالسيوم مضاف، مضاف دي كده تعتبر صفه adjective. وكلمه زي عايده على الكومبانيز الشركات، لان انت لو رجعت لها تاني هنا فين زي اهي الشركات الاكل بتدي ميزه للموضوع ده، وكمان هم يكونوا بداوا باستخدام المكونات في الايه في المنتجات بتاعتهم اللي هم الشركات نفسها كومبانيز. اختار الاجابه الصحيحه من دول. ثلاثة هتبقى ايه؟ أربعة الجملة الثانية هتبقى الأخيرة دي اللي هي ساينتستس. هنا ديفايس يبتكر إنه مع ديفايس ينصح. ليه في رأيك الملك لير طلب من بناته يقولوا له بيحبوه قد إيه؟ تو ديفايد ذا كينجدم، كان عايز يقسم المملكة. يا ترى كورديليا بتمثل إيه في قصة الملك لير؟ ذا تروس الحقيقة. البنت دي بتمثل الحقيقة. تمام؟ هل في رأيك الملك لير كان راجل حكيم؟ نو بيكوز هي جيف هيز كينجدم، ادى المملكه بتاعته تو هيز تو دوترز للبنتين، وما اداش للبنت الايه؟ التالت. تمام دي عدم حكمه. هنكمل بقى الجزء بتاع الملك لير.